قصص من ملفات الشرطة المغربية، قصص مستوحاة من الواقع. في ليبيا إلى ما قبيل اندلاع الثورة التي أطاحت بحكم العقيد معمر القذافي في خريف العام 11 و2000، كانت مدينة بنغازي في الشرق تأوي أعدادا كبيرة من المهاجرين العرب والأفارقة. كانوا يعملون أساسا في قطاع الخدمات، بالآلاف مصريون وتونسيون وسودانيون ومغاربة وماليون ومن أقطار إفريقية عديدة، وجدوا لهم مستقرا في مدينة بنغازي كبرى المدن الليبية في زمن جماهيرية العقيد معمر القذافي. كان في الحياة اليومية لهؤلاء المهاجرين الكثير مما كان يجعل المقام عسيرا والحصول على لقمة العيش صعبا. قد يكون مما ساهم في ذلك ذاك الامتزاج بين أفراد جاءوا من مشارب متباينة مختلفة، قد يكون ذلك مما جعل الحياة صعبة والانسجام عسيرا. جاء عبد القوي عبد الناصر من السودان، من بلدة معزة جنوب الخرطوم. في قريته تلك التي لا تبعد كثيرا عن ضفة النيل الأبيض يهيمن النشاط الزراعي. أغلب الناس هناك فلاحون جيلا بعد جيل. في العام 98 900 و1000 كان عبد القوي قد أمضى 5 سنوات في ليبيا. عمل في بنغازي بستانيا لدى بلدية المدينة يوكل إليه الاعتناء بحدائق المباني الرسمية، ولكن أيضا بمقر سكن المسؤولين الكبار في المدينة. في تلك السنة عاد عبد القوي إلى السودان إلى قريته معزة للمرة الأولى. كان في 30 حسب ما يقدر. الذين في مثل سنه من أبناء القرية تزوجوا منذ زمن بعيد وكبر أبناؤهم وصاروا يقومون بالكثير من الأشغال الفلاحية، ولكن عبد القوي لم يكن يرى في تأخره عن الزواج ما يعيبه، بل إنه كان يرى له قوة في تلك الحزمة من الدولارات التي عاد بها من مهجره الليبي. إنما لديه من مال سيمكنه من الزواج من أجمل فتاة في القرية وأعزها نفرا وأرفعها حسبا. تزوج عبد القوي من ابنة أحد وجهاء القرية وأقام حفلا كبيرا ظل مذكورا بعد سنين. ثم التحقت العروس بعريسها في مهجره في بنغازي. كانت منبهرة بالحياة في المدينة، تلك الحياة التي لم تكن تعرف عنها إلا ما كان يحكيه بعض من أهالي قرية معزة حين يعودون من رحلة إلى الخرطوم أو توأمها أم درمان. ثم توالت الأيام وصارت رتيبة في بيت عبد القوي عبد الناصر، وفي سنوات 5 صار له 3 أولاد وبنتان. ولم تكن عائلته استثناء من بين المهاجرين الذين يقطنون بنغازي. على مدى كل السنين التي انصرمت لم يفارق عبد القوي ذلك الحلم الكبير الذي يراود العديد من المهاجرين، أن يعود إلى السودان وأن يبني منزلا فخما في معزة وأن تكون له سيارة وأن يصير من الأعيان. ذاك كان حلمه الكبير الذي لم يفارقه يوما، ولعل ذلك مما كان يجعله يبعث باستمرار بمساعدات مالية إلى أبويه ثم أخويه اللذين بقيا في معزة. كان يريد أن يبقي على حبل الصلة بأرض الأجداد متينا. منذ أن جاء بزوجته من السودان غادر عبد القوي السكن الذي كان يتقاسمه مع عدد من المهاجرين المصريين، وحصل على سكن في الجوارشة في الضاحية الغربية لبنغازي. هو سكن مناسب له، ففي محيطه مساحات تستغل للزراعة، وكان السكان الليبيون كثيرا ما يحتاجون إلى خدماته، فيحصل لقاء ذلك على دخل إضافي. كان حلم العودة إلى معزة بلدته الحالمة على ضفة النيل الأبيض ينمو كل يوم، وكان يزداد جمالا في مخيلته كلما زاد ما استطاع جمعه من مال. كان يحرص كما باقي المهاجرين على أن تكون مدخراته بالدولار أو بأشياء لها قيمة كالذهب، ولم يكن ليخفى عليه كما لم يكن يخفى على عموم المقيمين الأجانب في ليبيا أن في شرائه الدولار الأمريكي من السوق السوداء ما تعاقب عليه القوانين الليبية وبصرامة.
ولم يكن نادراً أن يتداول في أوساط المهاجرين أخبار من تعرضوا لمصادرة كل ما ادخروه من دولار أو من ذهب حين يضبطون وهم يحملونه عند نقاط الحدود. كثيرون يتحدثون عن وشايات راحوا ضحايا لها، وكثيراً ما كانوا يشيرون إلى اللجان الشعبية ومن يدورون في فلكها، غير أن عبد القوي كان يعول على العلاقات التي تمكن من نسجها مع عدد من الليبيين ممن يحتلون مواقع هامة في الأجهزة الرسمية ببنغازي، وسيلته في ذلك خفة دمه. لم يكن يدعي أنها علاقات صداقة، لأنه يعلم يقيناً أنها دون ذلك. في نهاية الأمر هو ليس سوى مهاجر بسيط ساقته الأقدار إلى ليبيا بحثاً عن لقمة العيش. لم يكن عبد القوي ولا الكثير من البسطاء من المهاجرين مثله في ليبيا يتصورون أن أموراً كثيرة ستتغير. في أواخر العام 10 و2000، وكان في 42، سمع عبد القوي كما سمع الناس بقصة محمد البعزيزي، الرجل الذي أحرق نفسه احتجاجاً في تونس، والذي أشعل بذلك فتيل مظاهرات صاخبة بدأت في سيدي بوزيد. ولعله ذهل كما ذهل الذين من حوله، ليبيين ومهاجرين، بالسرعة التي سارت بها التطورات في تونس. في أقل من شهر أفضت تلك الاحتجاجات الصاخبة التي عمت كل أرجاء البلاد إلى رحيل الرئيس زي العابدين بن علي ونهاية حكمه. كان الناس من حول عبد القوي عبد الناصر يتحاشون كل تعليق بصوت مرتفع، وكل ما يقال حول ما آلت إليه الأمور في تونس إنما يقال همساً. الناس يخشون أن تزل ألسنتهم فيصبحوا نادمين. ولكن الذي حدث في تونس في مطلع العام 11 و2000 جعل مهاجرين كثراً في ليبيا يرتابون مما هو آت. ثم فاجأتهم ثورة 25 من يناير في مصر، تلك التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. أحس المهاجرون في ليبيا ومنهم مصريون كثيرون أن الأرض تهتز من حولهم، وكان عبد القوي منهم. صار يفكر بجدنا الآن في الرحيل إلى السودان والعودة إلى معزة، قريته التي تنهل من النيل الأبيض. ذات ليلة من ليالي ذاك الشتاء اتخذ قراراً لم يكن يفكر في اتخاذه من قبل، أن يرحل أفراد أسرته وأن يبقى هو إلى أن تتضح الرؤية. فيما قبل الثورة في مصر كانت الشاحنات والحافلات تنطلق من بنغازي وتتبع الطريق الساحلي حتى القاهرة، ثم تنزل جنوباً إلى الخرطوم، ومعزة ليست بالبعيد عن الخرطوم. ولأنه خشي أن يحال بين أسرته ودخول الأراضي المصرية، اتفق مع صاحب شاحنة سوداني يقيم في بنغازي أن ينقل أسرته وما تملك من متاع عبر طريق آخر، ودعهم ودع من قد لا يراهم ثانية. ثم انطلقت الشاحنة وبقي عبد القوي وحده مع القليل من المتاع. بعد أسبوع أو 10 أيام جاءه نبأ وصولهم إلى معزة سالمين. كان له بيتا هناك غير مكتمل البناء، ولكنه يفي بحاجة الإيواء. في منتصف شهر فبراير من العام 11 و2000، 10 أيام بعد الإطاحة بحسني مبارك وشهرا بعد نهاية حكم بن علي في تونس، شهدت مدينة بنغازي مظاهرات صاخبة. علم عبد القوي أن المتظاهرين من عائلات سجناء ليبيين قتلوا في عملية قمع لانتفاضة حدثت في سجن بوسليم في طرابلس. لم يكن صاحبنا يعلم بوجود ذلك السجن، ولم يكن يعلم أن عشرات من السجناء قتلوا فيه في العام 96 900 و1000 خلال تدخل لقوى الأمن. وقتها لم يكن قد جاء بعد إلى ليبيا. اندلعت المظاهرات لأن السلطات ألقت القبض على محامي عائلات ضحايا سجن بوسليم. تلك تفاصيل تناهت إلى أسماع صاحبنا عبد القوي عبد الناصر، ولم يسعى في طلبها. لن ينسى ما بقي حياً يوم المظاهرات تلك التي شهدتها بنغازي. تحاشى الوقوع في سيولها الجارفة ولزم سكنه. استمرت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين حتى فجر اليوم التالي.
ظن عبد القوي أنها عاصفة انتهت، ولكنه ما لبث أن اكتشف أن إحساسه خذله. قبل أن ينتصف اليوم التالي لتلك المظاهرات، جاءت أخبار من الجبل الأخضر من مدينة البيضاء تتحدث عن مظاهرات تطالب بإسقاط النظام. كانت المرة الأولى التي يسمع فيها عبد القوي بمن تجرأ على المناداة بإسقاط حكم العقيد القذافي. تساءل، ألا ينادونه الأخ القائد؟ الأرض التي اهتزت في تونس وفي مصر تهتز الآن في بنغازي. يحس المهاجر السوداني البسيط بأن الأمور لا تبشر بخير. ما يثلج صدره أنه استطاع أن يبعث بأفراد أسرته إلى معزة. يتساءل كلما آوى إلى فراشه إن كان عليه أن يرحل هو أيضا. منذ أيام لم يلتحق بعمله، طلب منه أن ينتظر أن ينادى عليه. في الجوارشة حيث يسكن، نوافذ أغلب البيوت مغلقة، وفي الشارع تكاد تنعدم الحركة إلا ما كان من دوريات الشرطة والجيش. كان يرى سيارات الشرطة والشاحنات تحمل الرجال الرافعين بنادقهم الرشاشة، وهو يسترق النظر من خلف ستار نافذته. كل شيء يدفعه إلى الرحيل، وقد أصر بذلك مرة إلى أحد معارفه من المهاجرين السودانيين، فاكتشف أنه لم يكن الوحيد ينهشه القلق. فكر في أن يتفق معه على الرحيل سويا. العابد الحبيب، وذاك هو اسمه، يكبره سنا، كان في العقد السادس من عمره، ويقيم في ليبيا منذ أكثر من 30 عاما. حكى له مرات عن الأعمال التي تقلب فيها والمناطق التي مر منها. كان الرجل يعرف الكثير عن المجتمع الليبي، وكثيرا ما نبهه إلى أن أدلى زلة لسان قد تزج به في غيابات المجهول. ولما تبين له أن الأمور في بنغازي وفي مدن أخرى لا تسير إلى هدوء، سعى إلى العابد الحبيب واتفق على الرحيل. لم يكن لديهما متاع كثير. في حقيبتي ظهر وضعا ما قد يحتاجان إليه من طعام وبضع قطع من ملابس، ثم انطلقا. كان منطلقهما مسجد الجوارشة بعد صلاة الصبح. يرى العابد أن يتوجه إلى البيضاء، ومن ثم يتدبر أمر السفر إلى الحدود المصرية. يعلمان أن دخول مصر لن يكون أمرا هينا. وقفا عند محطة وقود على الطريق الرئيسة، استوقفا شاحنة محملة بقضبان الحديد، طلبا من سائقها أن يحملهما إلى البيضاء. قبل بعد تردد، ولما صار معه في المقصورة اشترط عليهما أن يدفع له 20 دولارا. لم يمانع. اكتشف أن سائق الشاحنة مصري وأن وجهته درنة. التفت عبد القوي إلى العابد، ودون أن ينطق كلمة حرك رأسه مبديا موافقته. كان يتوقع أن يسأله صاحبه إن كان الأفضل لهما أن يواصل الرحلة إلى درنة. قال عبد القوي لسائق الشاحنة، إن كنت ذاهبا إلى درنة احملنا إلى هناك. امتدت يد السائق إلى ناقل السرعة، وسمع للمحرك شهيق تلاه اندفاع أقوى للشاحنة على الإسفلت. ثم نظر إلى الرجلين وقال لهما إن ذلك سيكلفهما 10 دولارات إضافية. لم يبدي اعتراضا. عم المقصورة صمت، ولم يعد يسمع إلا صوت المحرك. لاحظ عبد القوي أن صاحبه أغفى، فنحى بنظره إلى الطريق. أغرق في التفكير، يضمر خوفا لا قبل له به. ثم إنه لما فكر في أفراد أسرته وعائلته في معزة مضى به خياله إلى هناك. لم يعد يسمع هدير محرك الشاحنة، وصار يرى منزله الذي بناه هناك، ويرى زوجته وأولاده وبنتيه. يراهم ذاهبين إلى الحقل يحملون معاولهم، يراهم يسوقون بقرات كان قد أودعها ابن عم له إلى الحظيرة. ابتسم، ولعله هم بالجري نحوهم لما انتبه إلى أنه لم يصل بعد. مسح وجهه بكفيه. كان العابد يغط. الوقت يقترب من الزوال. الشاحنة تسير الآن منذ ما يقرب من 3 ساعات. التفت إليهما السائق
وقد قال لهما إن اسمه محمود، أخبرهما بأنهم الآن على مشارف البيضاء. في مدخل ماسا قبيل محطة الوقود نصب حاجز أمني. رأى عبد القوي شاحنة للجيش وأخرى بجوارها مسلحون بلباس مدني. وعند سلسلة من أشواك حديدية وقف شاب يعلق إلى جيده بندقية رشاشة. لم يكن في كل ذلك ما يخيف عبد القوي، فقد تعود منذ سنين على رؤية أناس يحملون السلاح في الشارع. ما كان يخيفه ألا يسمح لهم بالمرور. لما بلغت الشاحنة الحاجز الأمني توقفت. من جهة السائق أطل رأس يحمل قبعة ذات لون أخضر، نظر إلى العابد وعبد القوي، ثم سأل السائق: إلى أين؟ إلى درنا. ثم أخرج من درج مدمج في القنصلة أوراقا قدمها للعسكري. رآه عبد القوي يدقق النظر فيها، ثم عاد يسأل محمود سائق الشاحنة وهو يشير إلى عبد القوي والعابد: من يكونا؟ إنهما من معارفي، يريدان أيضا الذهاب إلى درنا. هل معهما أوراق هوية؟ أجاب عبد القوي والعابد معا: نعم نعم. أخرج كل منهما جواز سفره ووثائق إقامته في ليبيا، تناولها منهما محمود وسلمها إلى العسكري. بعد ثواني معدودات جاءهما صوته يطلب منهما النزول، امتثلا. لما صار قريبين منه سألهما: أنتما سودانيان ليس كذلك؟ هو كذلك، قال عبد القوي وأضاف: أنا عبد القوي عبد الناصر، وهذا العابد الحبيب. ثم ملأت وجهه ابتسامة عريضة كشفت أسنانه ناصعة البياض. بدا العسكري غير مكترث لما سمعه، ففي أوراقهما ما يشير إلى أنهما من المهاجرين السودانيين. نظر إلى جهة ذلك المسلح ذي اللباس المدني ثم قال: إنهما سودانيان. أشار إليه أن يأتي بهما. كان في الأمر ما أيقظ من جديد ذاك الخوف الذي ينهش عبد القوي من الداخل. تقدم نحو ذلك المسلح وتبعهما العسكري يحمل وثائقهما. أنتما سودانيان من المقيمين في بنغازي. دون أن ينتظر ردهما سألهما: لماذا تريدان التوجه إلى درنا؟ خشي الرجلان أن يبوحا بأنهما يريدان مغادرة ليبيا. قال عبد القوي: إنهما يبحثان عن عمل هناك بعد أن فقدا عملهما في بنغازي. أضاف أنهما فلاحان وأنهما يجيدان أيضا أعمال البستنة. نظر المسلح إليهما نظرة غير مصدق لما قالاه. أوحى إلى العسكري أن يأخذهما إلى المخفر القريب. طلب أن يأخذ حقيبتيهما. استجيب لهما، وما لبث أن رأي الشاحنة تجتاز الحاجز وتواصل رحلتها إلى درنا. الحلقة الثانية والأخير. أحس عبد القوي عبد الناصر بغصة في حلقه لما رأى أنهما سيقتادان إلى المخفر. قد يكون صديقه العابد الحبيب انتابه الشيء نفسه، ولكنه ربما لتجربته الطويلة في ليبيا يحافظ على هدوئه. تقدم. كانت نبرة العسكري صارمة. حمل حقيبتي الظهر التي وضع فيها أغراضهما ومشيا إلى المخفر الذي لم يكن يبعد عن الحاجز الأمني المقام في مدخل ماسة سوى ببضع عشرات الأمتار. لما دخلوا وجدوا رجل شرطة يجلس خلف مكتب في غرفة خالية من كل أثاث آخر. وضع العسكري وثائقهما على المكتب ووسوس للشرطي بكلام لم يتبيناه ثم انصرف. كل ذلك يزيد من قلق عبد القوي، بينما صاحبه الستيني يقف هادئا وكأنه غير معني بما يحدث. اقترب منه بينما كان الشرطي يقرأ في الأوراق التي وضعت على مكتبه وقال له هامسا بلهجة سودانية قحة: لماذا أوقفونا؟ تريث، سنعرف السبب. نهض الشرطي ووقف وفي يده جواز سفرهما. عبد القوي عبد الناصر: أنا. رد بنبرة من ينتظر حكما فاصلا، ولكن الشرطي نظر في جواز سفر رفيقه. العابد الحبيب: أنا. قال الستيني بنبرة تنم عن ثباته.
كنتما تريدان الذهاب إلى درنة، أليس كذلك؟ هو كذلك، رد العابد. لماذا؟ سأل الشرطي. لم يدع عبد القوي فرصة للعابد ورد بأنهما يبحثان عن عمل بعد أن فقدا عملهما في بنغازي. لم يعقب الشرطي ولم يطرح سؤالا آخر، أدار ظهره وعاد ليجلس خلف مكتبه، ولما استوى قال: ألم تسمع بالمظاهرات التي اندلعت في بنغازي وفي البيضاء؟ نعم، قال العابد، سمعنا بها وشاهدنا بعضا منها في بنغازي، ولكننا لا شأن لنا بكل ذلك، نحن نعلم حدودنا، هل نحن إلا عمال مهاجرون؟ صمت الشرطي قليلا، عاد يقلب أوراق جوازي السفر، ودون أن ينظر إليه ما قال: نعلم أن مهاجرين شاركوا في تلك المظاهرات في بنغازي، ولذلك فإننا سنبقيكما معنا إلى أن نتيقن من أنكما لم تكونا من بين أولئك المتظاهرين. أحس العابد بأنهما يساقان إلى مصير مجهول. عبر السنين الطويلة التي أمضاها في ليبيا رأى مهاجرين كثيرين يتعرضون للاعتقال، وسمع عن آخرين اختفوا ولم يظهر لهم أثر لأسباب واهية. يعلم بحكم تجربته الطويلة أن مصيرهما بيد هذا الشرطي الجالس أمامهما. قال عبد القوي: نحن لم نشارك في المظاهرات. ثم نظر جهة رفيقه، كان العابد مطرقا. ما سمعه من الشرطي يبعث حقا على القلق. أن يودع المخفر يعني أنهما سيظلان هناك لفترة قد تمتد أياما وربما أسابيع أو أكثر. عاد الشرطي ليقف، مشى نحو الباب، لعله أشار إلى أحدهم، ثم عاد إلى كرسيه. بعد دقائق دخل الغرفة رجل باللباس المدني، في حزامه مسدس يظهر عقبه من غمده المصنوع من جلد بني. بحركة من رأسه أمره الشرطي بأن يأخذ المهاجرين، مضى بهما إلى نهاية ممر وفتح بابا حديديا وأدخلهما. لم يكن بتلك الغرفة أي شيء، زجاج النافذة الوحيدة مكسور. انصرف الرجل المسلح وأغلق الباب، سمعت صلصلة مفاتيح، وأيقن عبد القوي والعابد أنهما معتقلان. اقترب العابد من النافذة مستكشفا، خلف الزجاج المكسور شباك من حديد نال منه الصدأ، ومن وراء الشباك على مسافة لا تبلغ المتر الواحد جدار من حجر. عاد إلى مكانه، ثم انتبه إلى أنهما لم يجردا من حقيبتي الظهر. قدر العابد أن الوقت عصر، أحس بالجوع، أخرج كيسا به تمر، تناول منه بضع حبات وأعطى منه عبد القوي. يشعران بالبرد، يتساءلان إن كان سيؤتى إليهما بطعام أو غطاء. عم المكان سكون به رهبة. قال عبد القوي إنه يظن أنهم ذهبوا، يقصد رجال الشرطة، وما لبث أن صدق ظنه. حل المساء ثم غطى الظلام كل شيء. هل نسي هناك؟ كان يتساءلان. ثم إن عبد القوي قال إن عليهما أن يخرجا من ذلك المخفر مهما كلفهما الأمر. وافقه العابد الرأي، وهما في زاوية من الغرفة جنبا إلى جنب يسهل عليهما التحاور الآن. قال العابد إن أول ما ينبغي أن يقوما به أن يفتح الباب وأن يحاول استرجاع وثائقهما. تحسس عبد القوي حقيبته، في جيب من جيوبها وضع مفاتيح، منها مفاتيح داره التي بناها هناك في قريته معزة. قال للعابد إنه سيجرب تلك المفاتيح فقد يفتح أحدها، ولكنه همس له أن المفاتيح لا تتشابه. مع ذلك رأى أن بإمكانه أن يجرب، فلن يكلفه ذلك شيئا. وجه عبد القوي نفسه صوب الباب، ولكنه اصطدم بالجدار، ثم مضى يمينا متلمسا، ولما أحس أنه ابتعد عاد يتلمس جهة الشمال. وقعت يده على الباب الحديدي وأحس ببرودته، مضى بكفه يتلمس باحثا عن القفل.
سرعان ما وجده، حاول أن يدخل في فتحته مفتاحاً أول فلم يتمكن، ثم حاول بمفتاح ثان ثم بثالث. كان بيده 5 مفاتيح، تمكن من أن يدخل المفتاح الرابع في فتحة القفل. أداره ببطء وأحس بالقفل يفتح، همس للعابد بأنه نجح. نهض الستيني من مكانه وتوجه صوب الباب. قبل أن يصله رأى بصيص ضوء اقترب من عبد القوي وقال له إن عليهما أن يتأكد من أن لا أحد يوجد في المخفر. تسلل العابد إلى ذلك الممر الطويل الذي سلكاه في الطريق إلى تلك الغرفة الزنزانة. مشى حتى مبتدأ الممر، لم يلمس ما يوحي بوجود أي كان، ثم تقدم نحو باب المكتب الذي أدخلاه بعد وصولهما إلى المخفر. دار بذهنه أن يحاول فتحه وإن كان مرتاباً من إمكانية ذلك، ولكن الباب انفتح. من نافذة مقابلة يأتي ضوء خافت. تقدم نحو المكتب الذي كان يجلس إليه الشرطي الذي أمر بالإبقاء عليهما في المخفر. فتح الدرج الأعلى، فيه وثائق منها جواز سفرهما، ملمسهما دله على ذلك. وحتى يوقن بأنه لن يترك شيئا من أوراقهما، حمل كل ما كان في الدرج ودس كل ذلك في حقيبته. خرج فوجد عبد القوي في منتصف الممر. عليهما أن يتحرك بسرعة، فربما جاء أحدهم إلى المخفر. مشيا وهما يحرصان على أن لا يحدث صوتا. تقدم نحو الباب الخارجي وكان أكبر، وجداه مغلقا. اقترب عبد القوي وألصق وجهه بالزجاج يحاول أن يرى إن كان هناك حراس. ظن أن الشاحنة المركونة بالقرب منه تحمل أفرادا من الشرطة أو من مسلحي اللجان. ضغط على مقبض الباب فانفتح. أعاد إقفاله والتفت إلى العابد، اقترب منه وهمس بمحاذاة وجهه أن الباب غير مقفل. لا يدريان إن كان لهذا المبنى بابا آخر. وقفا مكانهما، لا شيء يوحي بوجود حراس حول المكان، لعلهم في الشاحنة. قال العابد لصاحبه إن عليهما أن يجازفا. تقدم وتسلل إلى الخارج، ثم تبعه ملتصقا به عبد القوي. إنهما لا يعرفان المكان. عبر الطريق ودخل زقاقا. ما كان يهمهما أن يبتعد عن المخفر. انتهى بهما الزقاق إلى طريق إسفلتي لا يدريان إلى أين يمضي. السكون يعم كل شيء. قدر العابد أن الليل تجاوز نصفه. الجو بارد. حتى الآن لم يصادف أحدا في طريقهما. قال العابد إنه سيكون مفيدا لهما أن يتوغل في عمق ماسة وأن يعمل على مغادرتها بأسرع ما يمكن. انتهى بهما الشارع الذي سلكاه إلى فضاء لا بناء قائم به. بدت لهما أشجار في زاوية منه، توجها إليها. قال عبد القوي إنهما قد يجدان في تلك الأشجار مخبأ جيدا يمكثان به حتى يتنفس الصبح. لما وصل وجد المكان مناسبا أيضا لمراقبة الطريق. جلسا عند ساق إحدى تلك الأشجار. قال العابد إنه بحاجة إلى الراحة، لم ينم الرجلان في الليلة السابقة إلا قليلا، ولم ينام البتة بعد ذلك. استلقى العابد على الأرض المعشوشبة واتخذ حقيبة ظهره وسادة. ظل عبد القوي في وضع الجلوس. بدأت تلوح تباشير الفجر. من مسجد لا يرى له جاء صوت المؤذن، ومن الطريق التي توجد على بعد أمتار قليلة مرت شاحنة. كانت العربة الأولى التي رآها تتحرك منذ أن هرب من مخفر الشرطة، ثم أخفى لا يدري كم مر من الوقت. ولما أفاق من غفوته كان الصبح قد محى العتمة. العابد نائم حيث هو. في الطريق التي مرت منها الشاحنة جرار لونه أحمر. ظن أن عليهما أن يرحل من ذلك المكان قبل أن يكتشف أمرهما. حرك صاحبه بلطف فأيقظه، وسريعا اتخذ وضع الجلوس ومضى يستكشف المكان بنظراته.
قال له عبد القوي إن عليهما أن يتحركا، فمط ووضع حقيبته أمامه، فتحها وأخرج كومة الوثائق التي أخذها من درج مكتب ضابط الشرطة، ولم يكن يعلم يقينا أنها وثائقهما. أخذ جواز سفر، فتحه فظهرت له صورته هو، ثم الثاني وكانت به صورة عبد القوي، ناوله إياه، ثم تبين له أن الوثائق الأخرى كلها تعود إليهما، هي وثائق إقامتهما في ليبيا. كانت هناك أوراق أخرى لم يعلم ما بها. قرر العابد أن يتركها حيثهما الآن. لما وقف قال إنه يظن أنهما في أطراف ماسة، وإن عليهما أن يسرعا للوصول إلى البيضاء حتى ينجوا. تجنبا الطريق الرئيسة ومشيا في الحقول، مر بضيعة، ولما رأيا يافعا يخرج منها ناداياه، فلما جاء طلب منه طعاما، كان جائعين. عاد اليافع أدراجه بينما اقتعد العشب ينتظران، كان يراقبان بحذر. ثم جاء اليافع يحمل لبنا طريا وخبزا، كان في ذلك ما يكفي، شكراه وباشر الأكل، أحس بحالهما أفضل الآن. لم يسألهما اليافع عن وجهتهما ولا عن المكان الذي جاء منه. بعد ساعة تراءت لهما مدينة البيضاء. قال العابد إنه يعرفها وإنه أقام فيها قبل سنين فترة لم تطل. الطريق التي يسلكانها الآن تمضي موازية للطريق الرئيسة. لما بدت لهما جامعة عمر المختار اكتشف وجود حاجز عندها، كذاك الذي أوقف فيه على مشارف ماسة. لا يخفى على أي منهما أن الاقتراب من كل حاجز أمني قد يكون نهاية سفرهما، بل وربما نهايتهما الآن وقد صار هاربين. تذكر العابد أنهما صرحا بأنهما يريدان إلى درنا، ولم يستبعد أن يكون خبرهما قد أبلغ إلى كل الحواجز وإلى كل الدوريات الأمنية. لعل البحث جار للعثور عليهما في ماسة وفيما حولها. تسلل إلى البيضاء من حي الزاوية القديمة، ولما صار في وسط المدينة راعهما ذاك العدد الكبير من الدوريات الأمنية، وأدرك أن عليهما أن ينصهر وسط الجموع. انتبه عبد القوي إلى أن المدينة تستعد لمظاهرات كتلك التي شاهدها في بنغازي، وتلك التي انتظمت في مدن أخرى ومنها البيضاء نفسها. تذكر أن في هذه المدينة بالذات رفعت لأول مرة شعارات نادت بإسقاط النظام، كتلك التي رددتها الحناجر في تونس وفي مصر من قبل. هل كانت صدفة؟ اكتشف عبد القوي أن الشارع الذي يسيران فيه اسمه شارع السودان. أشار إلى اللافتة التي كتب عليها شارع السودان يريها لصاحبه. في تلك الأثناء ظهرت سيارة للشرطة تومض الأضواء المثبتة على سطحها. أحس عبد القوي بالدم يجف في عروقه، وحسب أنها تبحث عنهما. تسارعت الأفكار في رأسه، هل يعد هاربا؟ لعل العابد أحس الخوف الذي اعترى رفيقه، أمسكه من عباءته البيضاء. سيارة الشرطة تقترب ببطء، وحين صارت بمحاذاتهما ترجل منها شرطي استوقفهما. ظن عبد القوي أنها النهاية، وتوقع أن يمسك بهما دون ما سؤال، وفاجأهما يسألهما عن منزل رجل يدعى عبد الصبور. اعتذر العابد وقال إنهما لا يقطنان هذا الحي، وإنما جاء لغرض لهما. انصرف الشرطي وركب السيارة التي انطلقت. التفت عبد القوي فرآها تبتعد، كان يتصبب عرقا. توقف العابد وقال له عليك أن تتماسك وأن تحافظ على هدوئك، الذين فررنا من مخفرهم ليست لديهم الآن معلومات عنا، ألم نأخذ كل وثائقنا وزيادة؟ صحيح، قال عبد القوي، إنهم لن يصلوا إلينا الآن. أسرع الخطوة إلى محطة الحافلات، كانت الشمس في كبد السماء. سألوا عن الرحلة المنطلقة إلى طبرق، لم يعد لديهما متسع من الوقت يمضيانه في التخفي. في طبرق سيكونان على الحدود المصرية،
ويظنان أنه سهل عليهما الدخول إلى مصر. وصلا إلى طبرق بعيد المغرب، عليهما أن يمضي الليل في نزل أو في أي مكان آمن. تجولا في المدينة يستكشفان. كان رأي العابد أن يمضي الليل في مسجد بما يوفر عليهما كلفة الفندق، ثم إن المساجد آمنة. أمضيا ليلتهما في مسجد الرحمة بعد أن استأذنا إمامها. جيء إليهما بطعام وغطاء. لم يستيقظا إلا عندما رفع آذان صلاة الصبح. كان مع المصلين، وما أن قضيت الصلاة حتى خرج يريدان إلى السلوم. وهما في الطريق إلى المحطة ذكر العابد رفيقه بأن عليه أن يحافظ على هدوئه وألا يتسرع في الإجابة عن الأسئلة التي قد تطرح عليه هناك في المعبر الحدودي، بل إنه قال له أن يلزم الصمت. كان الوقت ضحى لما وصل. تقدم إلى شرطة الحدود. كان ما يخشيانه أن يمنع من المغادرة. تقدم العابد وسلم جواز سفره. تصفحه الشرطي الذي يجلس خلف الشباك، ثم رآه يختمه ويعيده إليه. ثم تقدم عبد القوي، لم يسأله الشرطي وختم جواز سفره. بدت الأمور عادية. في الجانب المصري سئل عن وجهتهما النهائية وعما لديهما من عملة، ثم ختم جواز سفرهما. لقد غادر ليبيا بعفوية. بعد أن ابتعد عن المركز الحدودي اندفع عبد القوي نحو صاحبه يعانقه مهنئا. بعد ساعات أمضياها في السلوم بدأت رحلتهما إلى الخرطوم، رحلة استغرقت 4 أيام. ودع عبد القوي صديقه العابد في الخرطوم وأخذ وجهة معزة، وكان قد أخبر عائلته بقدومه. لما وصل وجد في بيته من عائلته من يعرفهم ومن لم يسبق له أن رآهم من قبل. استقبل كما يليق بالوجهاء من أهل القرية. أقيم له حفل كبير كثرت فيه الذبائح. في تلك الليلة أبلغ زوجته أنه لن يعود إلى ليبيا. في الأيام التي تلت كان يتابع عبر نشرات الأخبار ما آلت إليه الأمور في ذلك البلد الذي استضافه سنين عديدة. عمر عثمان البربوشي نحو 100 عام. الرجل الذي بدأ حياته راعيا للغنم لدى أخواله في رحمنا تمكن عبر عمره الطويل من أن يراكم ثروة هامة. لما كان في 12 من عمره انتقل فتى إلى رحمنا. أبان راعي الغنم عن ذكاء وفطنة، وخلال سنوات قليلة تمكن من أن يصير مالكا لنحو 200 رأس من الغنم والماعز. ولما بلغ 20 كان يملك ما يكفي ليطلب يد بنت خاله. ولما مات الخال اشترى من ورثته أرضا من 10 من الهكتارات لم تكن تصلح سوى للرعي. نحن الآن في 30 القرن 20، المغرب تحت الحماية، وكانت القوات الفرنسية تريد بناء ثكنة في منطقة رحمنا، وصادف أن وقع اختيارها على تلك الأرض التي اشتراها عثمان البربوشي من أبناء خاله. في الحقيقة كانت تلك ضربة الحظ التي ستجعل البربوشي يرتقي درجة جديدة في الإثراء. الأرض والماشية لم يتخلى عنها ولم تتخلى عنه. في مقابل نمو ثروته كان عثمان البربوشي يعاني في صمت عدم إنجابه. كان يحب زوجته ابنة خاله، ولذلك لم يفكر البتة في الزواج من امرأة أخرى طلبا للولد. في مطلع 40 من القرن الماضي عرفت عدة مناطق من المغرب انتشار وباء قاتل عصف بحياة الآلاف. لم تنج منطقة رحمنا من ذلك الوباء، وكانت زوجة عثمان البربوشي في جملة ضحاياه. رحلت تلك التي كان يحبها، رحلت تلك التي كانت زوجة مباركة. انتظر عثمان البربوشي 4 أشهر فتزوج امرأة أنجبت له ولده البكر وسماه الحسن، ثم توالت الولادات. ظل الحسن يحتل لدى أبيه مكانة متميزة من بين إخوته، فهو البكر الذي جاء بعد سنوات من الانتظار.
كان عثمان البربوشي يحرص على تعليم ولده الحسن، وقد صادفت تلك الفترة نشاطا للوطنيين المغاربة كان يتركز على تشجيع الأسر المغربية على تعليم أبنائها ضمن استراتيجية تقرن التعليم والتوعية بمقاومة الاستعمار. أرسل عثمان البربوشي ابنه الحسن إلى مراكش حيث التحق بمدرسة داخلية، ولما أنهى دراسته الابتدائية انتقل إلى الدار البيضاء لإتمام تعليمه. وكان البربوشي قد اشترى منزلا في الدار البيضاء جهزه بكل ما يوفر أسباب الراحة لولده، ولكن الفتى الذي كان في بداية مرحلة المراهقة سرعان ما أصيب بالانبهار وصار يخالط المنحرفين من أبناء الفرنسيين، فعاقر الخمر وجرى وراء الملذات وما لبث أن انقطع عن الدراسة. كان هذا المآل مصدر خيبة أمل لعثمان البربوشي. وقع الحسن في حب فتاة من الدار البيضاء، وبعد فترة تزوجها، وكان وهو في 18 من عمره قد حصل على وظيفة متواضعة في بلدية الدار البيضاء. وبالرغم من أنه لم يعد يهتم بما كان ينصحه به والده، إلا أن الأخير لم يتخلى عن الحسن وظل يساعده ماديا. في تلك الفترة كان عثمان قد اشترى عدة هكتارات من الأراضي، نحو 30 هكتارا بين الدار البيضاء وفضالة، وكذلك كانت تسمى المحمدية. كانت أرضا تقع على الساحل، وقد بنى بها عدة حظائر واتخذها مأوى لقطعانه وقت اشتداد الحر وحين يكثر الطلب على اللحوم في الدار البيضاء. كان الحسن قد تأخر في الإنجاب، وكانت زوجته كثيرة التردد على الأطباء تريد الإنجاب لتقطع أمامه كل طريق للزواج من امرأة أخرى. استطاعت في النهاية أن تنجب طفلا، وقد اختار له من الأسماء عمر، ولكن الفرحة التي رافقت قدوم المولود لم تدم، إذ بمرور السنوات بدأ يتبين أن الطفل يعاني من تخلف ذهني. لم يرزق الحسن ولدا غير ذاك الطفل من زوجته الأولى، ولكنه تزوج غيرها لاحقا. كان عثمان الجد ومنذ بداية الستينيات ورغم تقدمه في السن رجلا مزواجا، ونتج عن ذلك أنه خلف ما يزيد عن 20 ولدا وبنتا. ومع ذلك فإنه ظل يفضل ولده الحسن ويشفق لحال ولده عمر، ولذلك فكر ثم قرر أن يهب الأرض التي تقع على الساحل بين الدار البيضاء وأفضالة لحفيده عمر. بعد سنوات قليلة في العام 96 900 وألف، وبعد أن قارب عمره 100 عام، توفي عثمان البربوشي. من زوجته الثانية أنجب الحسن ولدا آخر سماه عثمان باسم جده. كبر الطفل عثمان في كنف والده الذي تحسنت أحواله المادية بفضل ترقياته في العمل، ولكن أيضا بفضل ما تدره أرض الشاطئ حيث أقام مخيما. لم يكن يعلم ولا أحد من إخوته أن أباهم وهب تلك الأرض لحفيده المعوق عثمان، وقد قامت بسبب ذلك منازعة بين الحسن وإخوته لأبيه أفضت إلى القطيعة. تقدم العمر بالحسن ثم توفي وهو في 70، وتولى ولده عثمان تدبير المخيم حيث بنى بيتا له، وترك المنزل القديم لوالدته وزوجة أبيه أم شقيقه عمر. زحف العمران على المنطقة وصارت الهكتارات 30 بين الدار البيضاء والمحمدية من بين المساحات القليلة التي لم يشغلها بعد البناء. بدأ سماسرة العقار يطرقون بيت عثمان يرغبون في إقناعه ببيع تلك الأرض لقاء ثمن يغري بالقبول، ولكن عثمان ظل لفترة يرفض كل تلك العروض التي تتالت، غير أنه انهار تحت وقع الضغوط التي يخضع لها. ولما بدأ في تحضير الأوراق تمهيدا للبيع اكتشف أن تلك الأرض لم تكن كما اعتقد في اسم أبيه، وأن جده عثمان وهبها لحفيده عمر. لم يكن من سبيل أمام عثمان سوى اللجوء إلى قاضي الأسرة بغرض الحصول على إذن ببيع تلك القطعة الأرضية الهامة. وبالرغم من أن عثمان هو الوصي على شقيقه عمر فإن القاضي رفض الموافقة. صار واضحا الآن أن عثمان
لن يستطيع التصرف في ذلك الملك العقاري إلا أن يرثه في حال وفاة شقيقه المعوق وأمه، أي زوجة أبيه. بعد أن اتضحت لديه الصورة، عدل عثمان عن البيع واستمر في استغلال المخيم الذي كان يدر عليه مدخولا يمكنه من الاستجابة لمتطلبات والدته وزوجة أبيه وشقيقه عمر. بعد عامين توفيت والدته، لم يعد له سوى زوجة أبيه وقد تقدم بها العمر، وشقيقه الذي يحتاج إلى رعاية خاصة. وكان عثمان يواظب على عرضه على الأطباء، وإذا كان عثمان قد قنع وقبل بالحقيقة، فإن الموقع الذي تحتله تلك الأرض يغري إلى حد الهيجان المنعشين العقاريين، ولذلك فقد سلكوا دروبا شتى يحلمون بوضع اليد على تلك الأرض، بل إن كثيرين منهم سعوا إلى أساليب أخرى غايتهم من ورائها إزاحة ما يرونها عراقيل في طريق إبرام صفقة بيع أرض الشاطئ. في صباح 7 مايو من العام 2000 توصل عميد الشرطة القضائية بالمحمدية بخبر وفاة عمر. كان الطبيب الذي استدعاه عثمان للقيام بالمعاينة قد خلص إلى أن عمر لم يتوفى وفاة طبيعية، ورجح أن يكون الرجل مات مسمما. بعد أن تم نقل الجثة إلى المستودع البلدي للأموات لإخضاعها للتشريح، قام العميد بالمعاينة في البيت الذي كان يقيم فيه عمر. كان عثمان يبدو وقد تأثر كثيرا لهذه الوفاة المفاجئة لشقيقه، ولكن ذلك لم يبعد عنه الشبهة. كثيرون هم الذين يعرفون قصة الأرض ويعرفون أن وفاة عمر تجعل عثمان يستفيد من الأرض إلى جانب زوجة أبيه أم عمر، ولذلك اعتبر ظنينا ووضع رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار نتائج التشريح. لم تتأخر تلك النتائج، وأكد تقرير الطبيب الشرعي أن عمر مات نتيجة وضع سم قوي في الطعام الذي قدم له في العشاء. تم استدعاء الشخص الذي قدم لعمر وجبته الأخيرة، كان رجلا أوكل إليه عثمان العناية بشقيقه لقاء أجر شهري. لما حضر الرجل صرح بأنه ناول عمر وجبة خفيفة تتكون من الخبز والجبن، كما أنه كما دأب على ذلك ناوله قرصا مهدئا وصفه له الطبيب. نسي الرجل أو تناسى مكونا آخر من مكونات العشاء الأخير لعمر، نسي أن يتحدث عن الياورت الممزوج بالفواكه. تأسيسا على المعلومات التي تضمنها تقرير الطبيب الشرعي، انتقل عميد الشرطة من جديد إلى السكن حيث كان يقيم عمر. اصطحب معه عثمان والرجل الذي كان يتولى العناية بعمر. في صندوق القمامة عثر العميد على علبة فارغة للياورت الممزوج بالفواكه، أمر بأن يتم فحصها بعناية، فلربما حملت ما يفيد التحقيق. تمكن الضابط المكلف بالتشخيص القضائي من رفع بصمتين واضحتين، ساد الاعتقاد أنهما للهالك، ولذلك تم الانتقال إلى المستودع البلدي للأموات لأخذ بصمات الهالك. لم تكن البصمات له، ولم تكن بصمات عثمان، ولا بصمات الرجل الذي كان يتولى العناية بعمر. بدا للعميد أن شخصا آخر هو الذي دس السم في طعام عمر، ولذلك قرر توسيع مجال التحقيق إلى كل من له صلة بعائلة الهالك ويستطيع الدخول إلى حيث كان يقيم ويقبل منه علبة الياورت. تلك فرضية لم تلغي من حسابات العميد فرضية أن عثمان تورط في قتل أخيه حتى يتسنى له بيع الأرض. هذه الفرضية تؤكد حقيقة أن المستفيد الأكبر من رحيل عمر هو شقيقه عثمان. في المنزل تم العثور على علبة ياورت ممزوج بالفواكه، مكن فحصها من اكتشاف بصمتين عليها. لم تكن البصمتان لعثمان ولا للرجل الذي ناول عمر وجبته الأخيرة والذي وضع بدوره رهن الاعتقال الاحتياطي. شاع الخبر في المحمدية، ولعل ذلك ما جعل أحد المفتشين من الاستعلامات العامة يتوصل إلى معلومات مؤداها أن أحد كبار المنعشين العقاريين
سلط على عثمان فتاة جميلة أخذت عقله وصارت تلازمه، تبدو من بنات الأثرياء بالدار البيضاء، تلبس وفق الموضة وتتنقل على متن سيارة فارهة. حسب المعلومات التي حصل عليها مفتش الاستعلامات العامة، فإن الفتاة كانت تدعو عثمان يتصرف في أموالها بطريقة تدعو إلى الشك والريبة. إلى ذلك فإن الشاب كان كثيرا ما يبيت في منزلها. الذين عرفوا عثمان حفيد عثمان البربوشي يؤكدون أن تغييرا كبيرا حدث في سلوكه منذ أن ارتبط بتلك الحسناء. ظلت تلك المعلومات منقوصة، فلا أحد يعرف هوية تلك الجميلة التي سيطرت على عثمان. كان المحققون يرغبون في استجواب عثمان بشأن تلك الفتاة، ولكن توجيه الوكيل العام تهمة القتل إلى الظنين حال دون ذلك. ولكن مصالح الأمن واصلت تحرياتها وأبحاثها، وبينما كان عثمان في السجن كان يتلقى كل يوم قفة تحمل كل ما لذ وطاب. علم الباحثون أن شخصا يدعي صلة قرابة بعثمان هو من يحمل القفة إلى السجن. سأل المحققون أم عمر الهالك، فقالت إنها لا علم لها بتلك القفة. قالت إنها تضررت من اعتقال عثمان لأنه من كان يقوم بها ويرعاها. لم يبقى أمام المحققين سوى إقامة مراقبة عند مدخل سجن عكاشة بالدار البيضاء، وبالتعاون مع إدارة السجن تم التعرف على هذا الذي يدعي قرابته مع عثمان ويحمل إليه كل يوم القفة. حاول مفتش للشرطة بزي أعوان السجن أن يعرف طبيعة القرابة التي تربط بين عثمان والرجل. لما سأله تهرب من الجواب. عندئذ قال المفتش يتعين إحضار السجين للتعرف على من يأتيه بكل تلك الأشياء. حينها أقر بأن سيدة ادعى أنها من أقاربه هي التي أوكلت إليه القيام بهذه المهمة. بعد مغادرة الرجل للسجن قام ضباط ومفتشون باقتفاء أثره. توجه مباشرة بعد خروجه من السجن نحو سيارة فخمة كانت مستوقفة غير بعيد، كانت تسوقها امرأة شابة. ما أن ركب الرجل حتى تحركت السيارة وأخذت وجهة وسط المدينة. من خلال أرقام التسجيل علم المحققون أن السيارة في ملك شركة لكراء السيارات. بعد 20 دقيقة توقفت السيارة عند إحدى العمارات بشارع المسيرة الخضراء. نزلت المرأة ونزل الرجل الذي كان برفقتها. بدت وقد ناولته شيئا لعلها نقود، ثم انصرف. وتفاديا لفقدان كل أثر للمرأة أمر العميد بإلقاء القبض على الرجل واقتياده إلى المفوضية. في الآن نفسه تتبع مفتشان خطوات الشابة وعرف الشقة التي توجد بها. بعد دقائق حل العميد بالعمارة، وبينما كان يتقدم نحو الشقة صادف الجميلة خارجة، غيرت ملابسها وزينت وكانت بصدد مغادرة العمارة. أوقفها العميد وأمرها بالعودة إلى الشقة. كانت شقة فاخرة تحتوي على أثاث فاخر. تفقد العميد مرافق الشقة. كانت المرأة تصرخ وتصب جام غضبها على العميد. قالت إنه هجوم غير قانوني وإن والدها سيسعى لعقابه على ما قام به. لم يكن العميد يعير أدنى انتباه إلى ما كانت المرأة الشابة تقوله. واصل تفتيش الشقة، وفي المطبخ في الثلاجة وجد علبة ياورت ممزوج بالفواكه كتلك التي تم العثور عليها في السكن الذي كان يقيم فيه عمر. في تلك الأثناء أخرجت الحسناء من حقيبتها اليدوية هاتفها النقال، وبعد أن ركبت أرقاما سمعها تتحدث إلى شخص ما، ثم بلهجة الآمرة دعت العميد إلى الحديث مع والدها الوزير. أخذ العميد الهاتف. في الجانب الآخر من الخط كان شخص يقول إنه الوزير فلان وإنه يأمره بمغادرة الشقة فورا وإلا. حافظ العميد على هدوئه وببرودة دم رد على من قال إنه الوزير فلان وتحداه أن يضع تهديداته موضع التنفيذ، وأضاف أنه سيلقي القبض على الفتاة وسيقودها إلى مصلحة الشرطة القضائية بالمحمدية وما عليه إلا أن يتصل برؤسائه.
إمعانا في التحدي، أبلغ العميد الشخص الذي كان يكلمه باسمه. قبل أن يغادر الشقة أخذ العميد علبة الياورت الممزوج بالفواكه ثم قاد الشابة نحو المصعد. لم تكن هناك حاجة إلى تصفيدها إذ لم تقاوم. في باب العمارة وبعد أن أمر بإدخال الشابة سيارة مموهة توجه العميد إلى البواب سأله عن المرأة. أجاب الرجل أنه لا يعرف عنها شيئا لأنها تقيم في شقة مفروشة في ملك إحدى الشركات السياحية. دل البواب العميد على اسم الشركة السياحية وعلى القائم بشؤونها التجارية. لما عاد العميد إلى المفوضية سلم مصلحة التشخيص القضائي علبة الياورت اللتين عثر عليهما في الشقة، وأمر برفع بصمات المرأة الشابة وأيضا بصمات الرجل الذي كان يدخل القفة إلى السجن حيث يقبع عثمان. كانت كبيرة مفاجأة الباحثين، فقد أثمر العمل المخبري الذي قاموا به وبين تطابقا كاملا بين بصمات الشابة وبصمات الرجل الذي كان يعمل على نقل القفة إلى السجن مع البصمتين اللتين أخذتا من علبة الياورت الفارغة التي عثر عليها في المنزل الذي كان يقيم فيه الهالك عمر. ما الذي يعنيه ذلك؟ ذلك يعني أن المرأة الشابة والرجل المعتقلين في المفوضية لهما علاقة ما بمقتل عمر، ويتعين الآن الكشف عن طبيعة تلك العلاقة وعما إذا كان هناك أشخاص آخرون لهم صلة بتسميم عمر للتخلص منه. باشر الباحثون استنطاق الظنينين. أقر الرجل الذي اتضح أنه من سكان حي مجاور لسكن الهالك بأنه تلقى عرضا من أحد المقاولين كان يتردد على المنطقة في محاولة لشراء الأرض التي يملكها عمر. كان العرض يتمثل في مراقبة سكن عثمان وعائلته ومعرفة تفاصيل تحركاتهم. كان المقاول قد فشل في اقتناء الأرض. اعترف الظنين أيضا بأن المقاول إياه كلفه بمهمة أخرى تتجلى في دس السم في طعام وتقديمه للرجل المعاق. وعده ب20,000 درهم كان عرضا سخيا. سلم نصف المبلغ ووعده بالنصف الثاني بعد إتمام المهمة. قال له إن المرأة الشابة وقدمها له باسم عايدة هي التي ستسلمه المبلغ. أقر الظنين بأنه ظل يراقب مسكن عمر، وفي الليلة المعلومة بعد أن راقب الرجل الذي كان يتولى خدمته وهو يغادر المسكن تسلل إلى البيت واستعمل مفتاحا حصل عليه من عايدة. دخل غرفة عمر وناوله الياورت الممزوج بالفواكه وبالسم ثم غادر المكان. أقر بأنه منذ إذن صار يلازم عايدة ينتظر النصف الثاني من المكافأة الموعودة، وأن المرأة استغلت وجوده وسخرته لنقل القفة إلى السجن. كان العميد وهو يهم باستنطاق المدعوة عايدة يحاول الوصول إلى الرجل الذي هدده وادعى أنه الوزير فلان. الرقم المسجل في الهاتف المحمول للمرأة لم يعد يجيب. ناول العميد الظنين هاتفها وقال لها اتصلي بوالدك الوزير إن كان لديك رقم آخر. أدركت عايدة أن حيلها لم تنطلي على العميد وأن أمرها افتضح. أدركت أن كل محاولة تضليل جديدة ستؤول كسابقاتها إلى الفشل. عليها الآن أن تتكلم، أن تعترف. قالت إن اسمها رقية أيت العزيز وأن عايدة اسمها المستعار. قالت إن والدها ليس وزيرا وإنما هو المقاول حمو أيت العزيز الذي كان معروفا في الخميسات والذي انتحر لما كانت هي في 17 من عمرها. قالت إن زواجه من عشيقته أدى به إلى الكارثة التي حاقت بأسرته أيضا. استولت العشيقة الزوج على كل شيء ودفعت به إلى الانتحار وبأسرته إلى الفقر والتشرد. حكت رقية كيف وقعت في شرك شبكة تبيع العذراوات لسياح خليجيين. حصلت من زيجة سورية على بعض المال وعلى سيارة فاخرة. كانت السيارة ضمن أدوات الإغراء التي سخرتها. ذات مرة في أحد فنادق شاطئ بوزنيقة اصطادت شيخا لم يكن متقبلا تقدم العمر به. تطورت العلاقة إلى عرض قدمه الرجل. عرض عليها أن توقع بعثمان وتستحوذ على قلبه وتدفعه إلى التجاوب وبيع الأرض التي يستغلها كمخيم صيفي. قالت إن الرجل
منحها ميزانية تنفق منها كيف تشاء، منحها 100,000 درهم. وكذلك وقع عثمان في فخ عايدة الجميلة، وكذلك تم تنفيذ الشق الآخر من المؤامرة الذي يتضمن تسميم عمر والتخلص منها. بقي على المحققين أن يصلوا إلى العقل المدبر لقتل عمر الرجل المعوق للاستيلاء على أرضه. تم الإفراج عن عثمان بعد ملتمس في هذا الشأن وجهه وكيل الملك إلى قاضي التحقيق. كان العميد رئيس الشرطة القضائية بالمحمدية يعلم أن أناسا كثيرين سوف يقصدون منزل عثمان لتقديم التهنئة. كان شبه موقن بأن من دبر جريمة تسميم عمر سيأتي ضمن المهنئين. لم يكن يعرف وجه الرجل، وحدها أرقية أيت العزيز المعروفة بعيدة سبق لها أن التقتها. اقترح العميد نصب كمين للرجل، اقترح أن توضع عايدة تحت تصرفه، تنقل نهارا إلى منزل عثمان، تترصد المقاول الذي أغراها بالاشتراك في تنفيذ الجريمة، وفي المساء تعاد إلى زنزانتها في السجن. بعد أن حصل على الموافقة الضرورية بدأ التطبيق. دامت المراقبة أكثر من أسبوعين، وفي اليوم 20 تلقى عثمان اتصالا هاتفيا من شخص ادعى أنه مندوب لمنعشين عقاريين شرقيين، وأنه يود اللقاء به في أقرب وقت لبحث موضوع شراء الأرض. اعتذر عثمان عن اللقاء بالرجل في المكان الذي يقترحه، وعرض عليه استقباله في منزله. كان الموعد عصرا، كانت عايدة في المكان المخصص لها ترى من في قاعة الاستقبال دون أن يراها أحد. ما أن دخل الرجل حتى تعرفت عليه. إنه هو، قالت المرأة الشابة، إنه هو. أبلغ العميد. في الجوار كانت فرقة خاصة في الانتظار، تحركت، دخلت قاعة الاستقبال، منع الرجل من كل حركة. استدعيت رقية عايدة، أكدت أنه هو العقل المدبر للجريمة. ألقي عليه القبض وسيق إلى المفوضية. أهلا بالسيد الوزير، بهذه العبارة استقبله العميد. كشف تفتيشه عن حيازته أوراق تعريف مشكوك في سلامتها. ولما نقل إلى الدار البيضاء حيث يقيم، عثر في منزله على بطائق هاتفية في جملتها تلك التي استعملها حين هدد العميد مدعيا أنه الوزير فلان. الوثائق التي تم اكتشافها في خزانته أثبتت أن الرجل يتزعم عصابة يطال نشاطها كل الممنوعات. في العام 56 في خضم أجواء الفرحة التي كانت تعم المغرب الذي استعاد استقلاله، تم الإفراج عن مئات من الوطنيين الذين وضعوا في معتقلات الاستعمار. تهمة الكثير منهم الإرهاب، وكانت تعني القيام بعمليات فدائية تستهدف الاستعمار ورموزه. وكان ضمن المعتقلين عدد غير قليل من اليافعين الذين كانت تقل أعمارهم عن 18 سنة. كان في جملة من أفرج عنهم الشاب الحسين النصراوي، وكان قد اعتقل ولما يبلغ 14 بتهمة الإرهاب. لم يكن هذا الشاب الذي أكمل لتوه ربيعه 18 مستوى دراسيا أو تكوينا يتيح تعيينه في منصب من المناصب. وكما شبان كثيرين ممن قاوموا الاستعمار، تم تعيين الحسين النصراوي حارس أمن في صفوف الأمن الوطني، واختاره المدير العام للعمل بالمصلحة العامة التابعة لديوانه. كان ذلك التعيين تعبيرا عن تقدير ما قدمه من خدمات للمقاومة. طوال مشواره المهني في الإدارة العامة للأمن الوطني، كان الحسين النصراوي يسهر على نظافة المكاتب والممرات، وكان يمضي أغلب نهاره في الجناح الخاص بالمدير العام للأمن الوطني. لقد أتاح له ذلك القرب أن يتعامل مع كبار المسؤولين الذين كانوا يأتون لمقابلة المدير العام، وصار وجها مألوفا لديهم. كلهم يعرفون الحسين النصراوي الذي يقدم لهم الشاي أثناء الاجتماعات التي تعقد بالجناح الخاص بالمدير العام للأمن الوطني. في العام 90-900 أحيل الحسين النصراوي على المعاش وهو برتبة ضابط. عدا مساره المهني الذي قضاه مقدما نموذجا حيا عن الانضباط، كان الضابط الحسين رب أسرة،
كان أبا لأربع بنات وولد واحد، وكان يراهن على أن يستطيع الولد واسمه إدريس أن يحقق ما عجز هو عن تحقيقه. في الحقيقة كان يولي كامل اهتمامه للولد، لم يكن يغفل البنات، ولكنه كان لا يراهن كثيرا على نجاحهن. وحدث ما لم يضعه الضابط الحسين في حسبانه، لقد تفوقت البنات في الدراسة وتخرجت منهن الأستاذة والمحاسبة والمهندسة وحتى التاجرة، بينما لم يفلح ولده الوحيد إدريس في الحصول على شهادة الدروس الابتدائية. كان الضابط الحسين النصراوي حريصا مع ذلك على إنقاذ ولده الوحيد وتأمين مورد عيش كريم له. لم يمض تفكيره بعيدا، فقد خدم في الإدارة العامة للأمن الوطني سنوات طوالا، ولذلك ذهب تفكيره إلى الشرطة، سعى إلى إلحاق ولده إدريس بأسلاكها. ولتحقيق ذلك طرق أبواب مسؤولين سامين بالأمن الوطني كان قد تعرف إليهم أثناء خدمته في ديوان المدير العام، وكللت تلك المساعي بالتوفيق، وتم إدماج إدريس بن الحسين النصراوي كحارس للأمن، وألحق بمدرسة التكوين المهني في بوقنادل. كان إدريس فتى مدللا، بعد خضوعه للتدريب تم تعيينه في مصلحة الأمن الإقليمي بالقنيطرة. كان يتنقل إلى المدينة كل يوم، ولما ينهي فترة العمل الموكولة إليه يعود إلى الرباط، ذلك أنه ظل يسكن في بيت الأسرة بالمدينة العتيقة للرباط. الدلال الذي كان يلاقيه إدريس من والدته ومن والده أيضا جعله يتقبل بصعوبة بادية التقيد بجدول زمني للعمل، ولذلك رأيناه يكثر من التخلف عن مواعيد عمله، وفي حالات عديدة كان يفضل النوم على الاستيقاظ باكرا والالتحاق بمقر عمله. ومع أنه لم يكن ينفق مليما واحدا على والديه، فقد لوحظ انغماسه في التعاطي للخمر والمخدرات، كان ما ينفقه جريا وراء نشوة مفقودة أبدا يزداد يوما بعد آخر. لما لاحظ رؤساؤه كثرة غيابه وتراخيه وعدم انضباطه طالبوا بنقله واستبداله بشرطي آخر، وقد تدخل والده مرة أخرى لتفادي تعيينه في مصالح لن يقوى على مسايرة وتيرة العمل بها. وهكذا تم نقل حارس الأمن إدريس بن الحسين النصراوي وتعيينه في الرباط في مصلحة التجهيز، وهو ما يضمن له ألا يعمل إلا خلال النهار. تم تكليفه بتنظيف سيارات المصلحة ومساعدة الميكانيكيين في إصلاح العربات التي لحقتها أعطاب. كان عليه مع مرور الوقت أن يتعلم حرفة الميكانيك، وكان يتعين عليه أن يحصل على رخصة سياقة خاصة تمكنه من قيادة سيارات الشرطة لإجراء التجارب عليها بعد إصلاحها. أجرى التدريب الخاص بذلك وحصل على الرخصة إياها، ولم يعد الآن ما يحول بينه وقيادة سيارات الشرطة، بل إنه صار سائقا معتمدا خاصة حين انعقاد المؤتمرات وفي حالات أخرى. اكتشف إدريس أن قيادة السيارات مهمة لا تكلف الشيء الكثير، كان يرى أنها لا تتطلب سوى ارتداء بذلات أنيقة. صار مع الوقت سائقا أوكلت إليه سيارة مسؤول كبير، ولقد أتاحت له مهماته الجديدة أن يلج الفنادق الكبرى وأن يتذوق من أطعمتها الفاخرة. في الآن نفسه ازداد انغماس إدريس في عوالم المخدرات والخمور، واتسعت دائرة من يرافقه من محترفين، ازدادت مصاريفه ولم تعد أجرته الشهرية تكفيه، وترتب على ذلك أنه اضطر مرات عديدة إلى دفع شيكات بلا رصيد، وكاد يتم اعتقاله أكثر من مرة لولا تدخل والده الضابط المتقاعد الحسين النصراوي الذي ظل يرجو أن ينصلح حال ولده الوحيد. لم يقدر إدريس ما يقوم به والده حق قدره، وتمادى في حماقاته، وكان طبيعيا أن يلج عالم الإجرام من بابه الواسع. وكان واحد من رفقة السوء التي تلازمه قد وسوس له بخطة زعم له أنها تتيح كسب المال الوفير ولا تحتمل أي مخاطر إن هي نفذت بإحكام.
أوحى له بأنه من موقعه كسائق معتمد لسيارة الشرطة بإمكانه أن يأتي بسيارة منها وأن يتعاون مع شريكين لسلب مبلغ مالي هام من أحد تجار الذهب في الدار البيضاء. كانت الخطة تقوم على أن يستدرج أحد الشريكين تاجر الذهب إلى الطريق السيار بعد أن يكون قد أغراه بصفقة رابحة، بأن يبيعه كمية هامة من الذهب لقاء ثمن يقل بكثير عن السعر المتداول في السوق. كانت الخطة تقتضي أن يتدخل إدريس حينما تكون سيارة بائع الذهب متوقفة لإتمام الصفقة، وأن يظهر في مظهر الدورية التي تمر من المكان، ينزل ثم يلحق به مرافقه للتحقق من سلامة أوراق السيارة، ثم أن يتظاهر باكتشاف الصفقة. وقتها سيكون عليه أن يجبر طرفي الصفقة المشبوهة على التفاوض معه على إخلاء سبيلهما لقاء ما يتم ضبطه من مال وذهب في السيارة. هكذا هي الخطة التي وسوس بها لإدريس أحد رفاق السوء الذين يلازمونه. وهكذا تكونت عصابة من 3 أفراد، من إدريس النصراوي ورفيقه المدعو عبد الحفيظ باشو، وشخص ثالث يلقب بالطولنطي التقيا به في إحدى مقاهي حي الرياض حيث تدارسوا تفاصيل الخطة. كان إدريس ورفيقه يحرصان على أن لا يتعرف الطولنطي على هويتهما الحقيقة أو أن يهتدي إلى مقر سكناهما. وكانت مهمة الطولنطي أن يتصل بتاجر الذهب ويسخر كل ما لديه من دهاء ليقنعه بشراء الذهب، وكان عليه ألا يتخلى عن الضحية حين يستولي إدريس وعبد الحفيظ باشو على المال والذهب. كان عليه أن يتظاهر بأنه هو أيضا قد مني بالخسارة. كان عليه أن يحسن التخلص من الضحية لاحقا، ثم يلحق بشريكيه لاقتسام ما تم سلبه من مال. اتصل الطولنطي ببائع الذهب البيضاوي وعرض عليه أن يبيعه دملجا من الذهب. كان دملجا قديما جيد الصنعة ومن عيار 24 قيراطا. فحص بائع المجوهرات القطعة الذهبية وتيقن من جودتها. قال الطولنطي إن لديه ما يقرب من كيلوغرام من الذهب من العيار نفسه. سال لعاب التاجر، فالثمن الذي يطلبه الطولنطي لا يدع مجالا للتردد. وكما تقتضيه الخطة اتفق على اللقاء تحت قنطرة تيتمليل المفضية إلى الطريق السيار. في الوقت المعلوم حضر بائع المجوهرات البيضاوي، كان معه أحد مساعديه، وكان إدريس وشريكه باشو على متن سيارة شرطة يراقبان من بعيد. ولما أيقن أن التاجر ركب السيارة التي كان يسوقها الطولنطي والتي كانت متوقفة تحت قنطرة تيتمليل، تحرك بسيارتهما. لم يكن مرورهما ليثير الانتباه، فقد بدت سيارة الشرطة وكأنها لدورية اعتيادية تمر من هناك. مرت السيارة بمحاذاة سيارة الطولنطي، كانت تسير بسرعة منخفضة، ثم توقفت ورجعت إلى الوراء. أطل إدريس ثم ركن السيارة بالمحاذاة من السيارة التي يمسك الطولنطي بمقودها. ترجل، طلب أوراق السيارة، كان يريد أن يوهم التاجر بأن الأمر يتعلق بدورية عادية. وكما تقتضيه الخطة تظاهر الطولنطي بأنه مرتبك وبأنه يريد أن يخفي شيئا ما. الارتباك الذي تظاهر به الطولنطي حفز إدريس على تفتيش السيارة. نزل مرافقه باشو، وبعدما تم اكتشاف الكيس الذي وضع فيه الذهب ولم يكن التاجر قد فحص المحتوى بعد، طلب إدريس من الرجلين أن يرافقاه إلى المفوضية. في تلك اللحظة باشر الطولنطي الشق الثاني من دوره، فقد شرع في مساومة إدريس على إخلاء سبيلهما لقاء قدر من المال. ولكن إدريس بدا متصلبا متمسكا بقراره، وما كان عليه أن يبدي أي لين بحسب الخطة. أخرج الأصفاد وسعى إلى تكبيل الطولنطي والتاجر معا. في تلك اللحظة اكتشف الحقيبة التي كان التاجر يضعها عند قدميه، كانت الحقيبة التي وضع بها المال. حجزها إدريس كما حجز كيس الذهب، وأبدى إصرارا أكبر على اقتياد الرجلين إلى المفوضية. اقترح الطولنطي على إدريس أن يأخذ كل ما وجده بحوزتهما من مال وذهب لقاء إخلاء سبيلهما.
رد مدعيا أنه لا يملك أن يتخذ القرار لأن مصالح الجمارك معنية أيضا بالموضوع ما دام الأمر يتعلق بذهب مهرب. ومضى موغلا في التهويل متحدثا عن العقوبات وعن الغرامات الكبرى التي تنتظر الرجلين. وأمام إصرار الطولنطي وإلحاحه في التوسل أبدأ إدريس بعض اللين، قال إنه سيقبل بإخلاء سبيلهما لقاء المال والذهب. انطلقت السيارة وتحرك إدريس ورفيقه باشو إلى الرباط، كان مطمئنين إلى أن الخطة قد نجحت وكان على موعد مع الطولنطي في مقهى بحي الرياض، ولكنهما لم يعلما بأن الأمور أخذت منحا آخر. فقد بدا تاجر الذهب وكأنه أفاق من صدمة، بدا وقد فطن ولو متأخرا إلى أن خللا ما واكب الصفقة التي أجهضت، ولذلك طلب من الطولنطي أن يرافقه إلى مفوضية الشرطة في عين السبع، ولكنه رفض وتذرع بأنه معروف لدى الدوائر الأمنية بمتاجرته في الذهب المهرب، وأنه تبعا لذلك سيتعرض إلى خسارة أخرى تنضاف إلى ما خسره تحت قنطرة تتمليل حين تدخل إدارة الجمارك على الخط. ولكن تاجر المجوهرات كان مصرا على التقدم لدى مفوضية الشرطة، وقد ازداد إصرارا عندما لاحظ أن الطولنطي يحاول الفرار. افتعل مشاجرة معه وتدخلت الشرطة وسيق إلى مكتب رئيس مصلحة الشرطة القضائية في عين السبع، وذلك ما كان يبغيه تاجر المجوهرات. باشر رجال من الفرقة الاقتصادية والمالية التحقيق مع الرجلين، وما لبث الطولنطي أن وقع في فخ الأسئلة، وجاءت الاعترافات مفصلة حول عصابة الثلاثة، ولكنه لم يتمكن من تقديم أي معلومات حول شريكيه إدريس النصراوي وعبد الحفيظ باشو، ولا حول سيارة الشرطة التي كان يتحركان على متنها. دل الطولنطي المحققين على المقهى الذي كان على موعد فيه مع إدريس وباشو، ولذلك توجهت فرقة من الدار البيضاء إلى المقهى بعدما أخبرت شرطة الرباط بذلك وطلبت منها المساعدة القانونية. كان بين المحققين باحث ذو تجربة وخبرة، قال إن سيارة الشرطة المبحوث عنها لن تسجل إن هي سلكت الطريق باتجاه عين حرودة، ولكنها ستسجل إن هي أخذت وجهة الرباط أو وجهة المحمدية. عرضت على تاجر الذهب عدة صور لرجال شرطة يسوقون سيارات الأمن الوطني، ولكنه لم يهتدي إلى إدريس. لم تتأخر نتيجة البحث حول المسلك الذي أخذته سيارة الشرطة، جاءت مؤكدة أن تلك السيارة كانت الوحيدة التي مرت من محطة الأداء إلى الرباط، وقد وافق مرورها التوقيت الذي وقعت فيه عملية النصب. علم الباحثون أن تلك السيارة توجد رهن إشارة أحد المدراء وأن إدريس النصراوي هو سائقها. كان إدريس نظرا لتأخره في أداء بعض المهام قد حصل على إذن بالاحتفاظ بالسيارة. في صباح اليوم التالي كان فريق شرطة عين السبع في الرباط ينتظر التحاق موظفي الإدارة العامة. تم استجواب إدريس مباشرة بعد وصوله. أنكر في البداية المنسوب إليه ما اضطر الفرقة إلى الحصول على إذن بتفتيش منزل والديه حيث يقيم. هناك تم اكتشاف الكيس الذي يحتوي على الذهب المزعوم والحقيبة التي بها المال. كان الذهب المزعوم قطعا من نحاس. اعترف إدريس وتم الإمساك بباشو شريكه وتقديم الثلاثة إلى النيابة العامة. البقية أنتم تعلمونها.